الاتحادين كان لتحقيق الفوز للأول وتدارك للثاني. رحلة البحث عن أول فوز للحراش هذا الموسم بدأها أشبال العوفي منذ الدقيقة الأولى، أين بادر الفريق إلى الهجوم. تمريرة بن عبد الرحمن كانت طويلة. مدلل أنصار اتحاد الحراش العمالي حاول هو الآخر بتسديدة صدها الحارس بن مالك. العمالي عاد مرة أخرى، هذه المرة يغير جهة اللاعب وكرة بن عمارة تعلو العارضة. ضغط الاتحاد تواصل في الدقائق الأولى من الشوط الأول، وتسديدة عواد لم تكن في مستوى تمريرة العمالي. بومشرة حاول فك الشفرة لكن دون جديد. ليحاول اتحاد عنابة الرد عن طريق زيايا عبد الملك لكن دون خطورة كبيرة. شوط أول تميز بالاستحواذ بنسبة كبيرة لاتحاد الحراش الذي لم يجسد محاولاته أمام الشباك. نفس السيناريو تكرر في الشوط الثاني. العارضة تنوب عن الحارس بن مالك بعد رأسية ربوح. أنصار اتحاد الحراش انتظروا إلى غاية الدقيقة 63 أين تمكن قلب الدفاع والقائد فيصل عبدات من تسجيل الهدف الأول لاتحاد الحراش بعد فتحة أولى امتدت إلى ثانية برأسية فارس بن عبد الرحمن. عبدات يسجل ويحتفل رفقة أنصار الصفراء. رد اتحاد عنابة لم يتأخر، وفي الدقيقة 78 ركنية نفذها البديل بوعافيا، وربيعي برأسية محكمة يسجل هدف التعادل وسط فرحة الزملاء والأنصار الذين تنقلوا بكثرة إلى العاصمة. فارس بن عبد الرحمن صعد مرة أخرى للهجوم لكن الكرة كانت في أحضان الحارس بن مالك مثل ما ارتمى مويسي على كرة بوعافيا، لينتهي اللقاء بهدف لمثله وبنقطة ثمينة لاتحاد عنابة في انتظار تحقيق الفوز الأول لاتحاد الحراش.